فقرتنا دلوقتي هي فقرة لطيفة جدا، والحقيقة كمان فكرتها حلوة. هي اتنين من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، اللي هي يعني بجد كلية الإعلام مركز للمواهب الإعلامية العريقة. الاتنين دول بقى من طلاب شعبة الفيديو قسم الإذاعة والتلفزيون، وعملوا فيلم. الفيلم ده عنوانه عكس التيار، يعني فيلم قصير مدته 8 دقايق وشوية، وبيتكلم على الفتيات العاملات. هقول لكم كده ان هم طبعا هم معيلات كمان، هم اللي بيساعدوا اهلهم، هم اللي بيعولوا الأسرة. البنات دول يعني يعتبروا بنات بألف راجل، وطبعا احنا لو بصينا حوالينا كده هنعرف ان مصر يعني مليانة بالبنات دول. البنات دول بنشوفهم في اماكن كتير، وستات كتير كمان، يعني بيبقى بنوتة صغيرة بتعمل كده، ولما بتكبر برضو بتبقى معيلة لأسرتها. طبعا كمان شفنا كمية التكريمات والإشادات بالمرأة المصرية، وعلى فكرة الفيلم ده حصل على الدرجات النهائية، وهيبدأ القائمين عليه كمان بترشيحه للعديد من المسابقات. وفريق العمل بتاعه منورنا النهارده، سلمى محمد الصاوي وعبد الله حسنين، هم منورنا في استوديو ست الستات، وهنتعرف عليهم اكتر. اهلا سلمى. اهلا عبد الله. طبعا ليديز فيرست. طبعا. اوكي. سلمى احكي لي كده قصه عكس التيار. هو الفيلم بيتكلم عن قصص بنات، البنات دي قررت ان هي تعول الاسر بتاعتهم بكل حب ورضا. الظروف كل واحده فيهم ظروفها مختلفه، ولكن تحس ان الموقف واحد. هو اول، احنا الفيلم بيتكلم من ثلاث مصادر. اول مصدر البنتين اللي بيشتغلوا في القهوه، هي ايه وهاجر. البنتين دول قرروا ان هم ينزلوا القهوه، واللي هم يعولوا اسرتهم. ليه؟ ايه السبب اللي خلاهم يعملوا حاجه زي كده؟ ان والدهم اصاب بالسكر، فما بقاش قادر ان هو يمشي او يتحرك على رجليه. المصدر الثاني، وهي نوره سواقه التوك توك، قررت ان هي تشيل برده الاسره بتاعتها، وان هي تنزل تشتغل على التوك توك. ايه برده السبب؟ ان برده والدها اتعرض لحادثه فاصيب بالشلل، فما بقاش قادر ان هو يسوق التوك توك، او ان هو يعول الاسره، يقول الاسره يعني. او مش عارف يصرف على اسرته. المصدر الثالث، وهما البنتين بتوع البنا، حبيبه ونوره، برضه نفس الموقف، والدهم اصاب بالسكر فرجله ما بقتش بيقدر ان هو يتحرك عليها نهائيا، فقرروا ان هم يشتغلوا في عماله البنا، الطوب والاسمنتي، يودوا للمكانات اللي بتبني حواليهم، وان هم بقى يجروا الحصان ويعملوا كل ده. يعني الثلاث شغلانات يا عبد الله، ثلاثه من اكتر الاعمال ارهاقا. يعني مثلا ايه، لو بنت هنقول ان هي راحت تشتغل في كوافير، او راحت تعمل حاجه بناتي يعني تقدر عليها، كنا هنتقبل الموضوع ده، او مش هنحس بوجع القلب قوي زي ما بنحس من خلال الفيلم. طيب بس عايزه بقى اسالك، انتوا ازاي كونتوا الفكره دي؟ مين اللي فيكوا اللي جات له فكره البنات المعيلات؟ هي الفكره في الاول، لان احنا عندنا في مشاريع التخرج بنبدا نفلتر، نجيب افكار بحيث ما تكونش اتناقشت قبل كده او اتصورت في مشاريع التخرج. فكانت البدايه ان احنا سرشنا، لقينا البنت بتاعت التوك توك، كان في يوم عيد الطفل كان مكتوب عنها مقال اشاده طبعا لمجهودها واللي هي بتقوم بيه، فكان مكتوب اسمها وسنها وان هي من محافظه الشرقيه. فتواصلنا معاها وكده، وعرضنا المصدر ده على الدكتور الهام الخاصه بالاشراف على مشاريع التخرج بتاعتنا. ففي الاول احنا كنا هنتكلم عن المصدر ده ونعمل عنه فيتشر مدته من 3 لـ4 دقائق. فلما بمجهودات الدكتور معانا وكده، طلبت ان احنا نزود السيرش، طولوه شويه، وندور على مصادر ثانيه بنفس الستايل ده. فالحمد لله دورنا تاني وسرشنا، وصلنا للمصادر اللي هم البنتين بتوع القهوه والبنتين اللي شغالين في البنا برضو. فتواصلنا معاهم ويعني ظبطنا امور المصادر، وبدانا بقى نتكلم نعمل السكريبت ونعده عشان نبتدي في التنفيذ ان شاء الله. انا عايزه اشوف جزء صغير من الفيلم، عايزه انقل الصوره اللي هم يعني حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يصوروها من ارض الواقع، وهنعرف تفاصيل التصوير دي. زي ما احنا شايفين، معلش سلمى بصي كده على الفيلم معانا، وانت مخرجه بقى، فاحكي لنا يعني اخترتي اللقطات بتاعتك على اي اساس؟ اخترتها ان انا قلت لهم
اول ما رحت خالص قلت ان انا حابه ان انا ولا كاني موجوده، انا حابه اصوركم بشغلكم الطبيعي. بتتعاملوا ازاي؟ بتتعاملي مع نوره بتاعه التوك توك بتتعاملي ازاي مع الناس في الموقف؟ بتستخدمي التوك توك ازاي؟ الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ البنتين بتوع القهوه انت ازاي بتقدري اللي انت تتعاملي وتوصلي اوردر وميه سخنه والناس وتاخدي الحساب ازاي؟ البنتين بتوع البنا نفس الحكايه، ان انت انا عايزه اشوفك وانت بتشيلي الشكاره الاسمنت اللي هي وزنها من 10 ل 15 كيلو. ايه رايك سلمى نسمعهم كمان؟ بجوري ممكن نسمع شويه؟ شيء رائع، الواحد مش عارف يمسك الموضوع منين. يعني لو بدأنا نتكلم على المشكلة كقضية اجتماعية يعني هنقعد 3-4 ساعات. النهاردة احنا بنتناول الموضوع ده فنيا عن طريق تصويركم واخراجكم وتناولكم للقصة وللسكريبت وكده. عبد الله احكي لي كده، يعني انت اللي نزلت صورت في كنت انا وسلمى، كنت بتصور بايه؟ كنا بنصور بكاميرا الموبايل. بكاميرا الموبايل كنا بننزل انا وسلمى، طبعا بنعاين الاول ان احنا برضو عايزين نكسر عندهم حاجز الخوف ان هم يتعاملوا عادي قدام الكاميرا. وكانت معايشه، طريقه معايشه ليومهم من الاول ما بيصحوا يشتغلوا لحد ما بيخلصوا. انت كنت بتسال من ورا كنت انا مسؤول عن التصوير وسلمى جنب الكاميرا بتسال، بتحاول بقى يعني تخلي تبقى مذيعه جامده جدا على فكره. وسلمى كمان هي المخرجه. يعني عايزه احييك الاول، طبعا اخترتي ميوزك تجنن، موسيقى تصويريه حلوه، ولا هي عملت بؤس ولا عملت ان الموضوع مش عميق، فاهمه؟ عملتيه واقعي وقد الحدث. ازاي قدرتي تلمسي الخيط ده؟ انا في الاول خالص هو انا عايزه اشجع البنات دي، وفي نفس الوقت انا زعلانه على الوضع اللي هم فيه. أيوة. فابتدينا ان احنا نشتغل على المود ده. انا عايزه حاجه موسيقى يكون فيها تشجيع، وموسيقى يكون فيها لمسه كده من القلب او الحنيه كده اللي هو اللي مش عايزاها حزينه قوي ولا دي. فبدينا ان احنا نمشي على التراك لحد ما عملنا اتنين. ف انا وعبد الله اخترنا، قلنا ان دي اكتر مناسبه اكتر للمود ومع القصه. لما حطيتها كده حسيت لا ماشيه، كانها ماشيه على كلامه. قعدتي قد ايه تمنتجي في الفيلم؟ لا احنا ما قعدناش في مده كتيره، يعني قعدنا مثلا 3 ايام. احنا كنا مجهزين طبعا السكريبت ومشينا عليه، وطبعا قبليه عملنا معاينات كتيره، نزلنا معاهم اتكلمنا، نزلنا اصلا اتعاملنا معاهم وهم ما يعرفوش ان احنا جايين نصور لهم. يعني اللي هو قعدنا مع القهوه بتوع القهوه، قعدت على القهوه وطلبنا حاجه واتكلمت معاهم، بعد كده قلت لهم الدنيا تبقى ماشيه ازاي. فنزلنا كذا مره نعاين نشوف هنقدر نصور في القهوه في المكان الصغير ده ازاي، ونطلع بشطات. البنات بتوع البنا دول في الشارع، النوره بتاعه التوك توك اللي انا اخدها واطلع بيها على الموقف. فكل الحاجات دي كنا بندرسها كويس قوي بحيث ان احنا ما نجازفش مره واحده. صحيح، وهم يتعودوا عليك وكمان ما يبقاش في حاجز ما يبقاش في خوف موجود. طيب انتوا بقى عرضتوا الفيلم بتاعكم في الكليه. تمام. حصل ايه بقى؟ ايه بقى التقديرات ايه تقييم؟ يعني قول لي بقى رد الفعل ايه؟ بدايه من دكتور الهام ابو زيد مشرف المشروع، كانت طبعا مبسوطه بالموضوع. يعني احنا خدنا تو سلاب تسقيفه واحده للمصادر، ان هم كتير طبعا مصادر كتيره تتحط في فيلم زي ده صعب. وطبعا لمجهود شغلنا، وفي تقييم طبعا المشاريع بالنسبه للمشرفين العامين دكتور نجلاء حامد ودكتور منى حسين كان ودكتور مها الوزير طبعا مشرف العام على شعبه الفيديو. كانوا طبعا خدنا الفول مارك الحمد لله. ما شاء الله اخدتوا الدرجات النهائيه الحمد لله. هل الفيلم بقى متوقع ان هو يتعرض على مستوى محلي دولي، يعني مسابقات؟ احنا ده يكسب في اي مسابقه ده بجد. طلب الدكاتره طلبوا مننا حتى ان احنا نترجمه بحيث ان هو يتعرض في اكتر من مهرجان او نشارك بيه في اي مكان. فاحنا بقى ماشيين ان احنا ان شاء الله بنشوف المهرجانات تكون مناسبه مع معايير الفيلم بتاعنا وبتهتم بقضايا مثلا المراه والمشكلات الاجتماعيه ونقدر ان احنا نعرضه. انتوا يعني كابل سينمائي اعلاني تسلام. رائع. تسلام. قولوا لي بقى بعد كده ايه؟ يعني بعد الفيلم ده عكس التيار هتعملوا ايه؟ والله احنا سنة رابعة. احنا سنة رابعة ده المشروع خلاص. ده مشروع، ولينا كمان مشروع تخرج جماعي. اللي هو احنا عندنا في الكلية كل مجموعة بتبقى 20 فرد او 21 فرد. فان شاء الله ال 20 فرد دول في تشجيع في فيلم ان شاء الله برضو هنشتغل عليه ان شاء الله. فيعني حابب ان انا اكون برضو في مود التصوير وسلمى برضو طبعا في المونتاج والاخراج. اللي جاي بقى انتوا اخترتوا الجروب بتاعكم والجروب بتاعكم اللي هتعملوا معاه مشروع التخرج،
التخرج شاف الفيلم ده تعليقاتهم ايه عشان ده مهم قوي؟ لا 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 كان عجبهم جدا، حتى لما كنا بنشوف بعض طب انت مش شايف تعديل نغير مثلا كادر وكان كادر، لا كان عجبهم جدا. هل مثلا مده الفيلم طويله حسيت ملل فما كان الحمد لله ما كانش فيه الكلام ده. الف الف مبروك، تسلمي. فيلم رائع بجد، فيلم يخلي الواحد من الناحيه الفنيه ان هو يعجب بيه، حاسس ان في مجهود سينمائي معمول في الفيلم او مجهود فيديو خلينا نقول، وصوت وصوره حلوين، مقاطع يعني بتجسد نماذج واقعيه جدا جدا. اما الموضوع بقى فده يعني لازم نعمل له حلقه، ممكن نبقى نستعين بشويه شوتات من الفيلم بتاعكم لانه واقعي جدا جدا ومصادره حقيقيه. فعبد الله وسلمى انا بشكركم، انتوا بجد نورتوا نفس الستات. وبقول لك ايه، انا مستنيه المشروع بتاع التخرج. سلمى ركزي معايا. لا ما حضرتك، مشروع التخرج كمان يطلع ان شاء الله من هنا من استوديو ست الستات. سلمى محمد الصاوي وعبد الله حسنين بشكركم، شكرا جزيلا نورتوا. شكرا، شرف لينا. زي ما قلت لكم كده، الموضوع بتاع عماله الاطفال او الظروف اللي بيتحط فيها البنات ويقول لك انا عايز اخلف ولد، لا ده البنت منهم ب 100 راجل مش ب 100 ولد. واديكم شفتوا على ارض الواقع نماذج بجد حقيقيه. مش قادرين ننتقد لان عندهم ظروف قاسيه، ومش قادرين نتناول قصتهم واحنا بنختم الفقره. فخلونا ادونا فرصه كده اننا نعمل فقره مخصصه عن النماذج اللي في الفيلم الجميل ده، تكون تديهم تدي البنات دول قيمتهم بحقه حقيقي. طيب بعد الفاصل بقى نروح حته تانيه خالص، نروح لواحده من الفقرات اللي حضراتكم بتطلبوها وبتكون دايما مفضله ليكم، وهي فقره الابراج مع خبيره الابراج الجميله مايا ناجي. بعد الفاصل خليكم.